يحضر معنا عبر خدمة سكايب المحلل الاقتصادي الأستاذ سلامة جلول. مرحبا أستاذ سلامة. إذن تحرك أوروبي في حق روسيا والصين وبيلاروسيا، كيف نقرأ العقوبات الأوروبية في حق هذه الدول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي وليد ولمشاهديكم الكرام على هذه القناة الدولية الطيبة. يبدو لي أن الأمر كان منتظر وأن حزمات العقوبات الغربية بما فيها الولايات المتحدة واليابان وكوريا وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وصلت إلى 16500 عقوبة. كان من المنتظر أن الغرب سيحاول زيادة دورة إضافية للخناق على الاقتصاد الروسي لإضعافه وإجباره على التقهقر. إذن في رأيي شيء منتظر من هذا القبيل، وكنا رأينا حزمة العقوبات الأخيرة التي وقعتها أمريكا وبريطانيا بالخصوص وجزء منها الاتحاد الأوروبي على روسيا للتضييق على الصادرات الروسية من معادن ومن مواد بترولية، وذلك من التضييق عبر مذائق المالية خاصة المذائق عبر الدنمارك. وبالتالي هذا منتظر أنها ستحاول الضغط على شركاء روسيا، وأهم شركاء روسيا للتنفس للاقتصاد الروسي حاليا هم الشريك الصيني والشريك الهندي بامتياز. إذن محاولة الضغط على شركاء روسيا هو مواصلة الجهد الغربي لإضعاف روسيا في انتظار المواجهة الكبرى التي أصبحت في رأيي وشيكة وتنبأت بها، ويبدو أننا نتجه إليها بخطوة متزايدة ومتسارعة. أستاذ سلامة جلول، في نفس السياق، إذن يحاول الغرب وأوروبا تضييق الخناق على حلفاء روسيا، إذن حزمت عقوبات على بيلاروسيا، عقوبات على الشركات الصينية منذ حوالي 15 يوم، عقوبات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، من طرف الاتحاد الأوروبي. هل يحاول الغرب تقويض هذا التقارب بين روسيا والصين وكذلك الهند وبيلاروسيا؟ أخي وليد، قراءة سريعة جغرافيا أو جيو اقتصاديا تدعنا نقرأ بسهولة من أين يتنفس الاقتصاد الروسي. يتنفس على حدوده مع كازاخستان وعنده علاقات متينة معها، ويتنفس من خلال شريكه الموثوق والتاريخي والأزلي بيلاروسيا. ها هي طبعا إضافة إلى البلدان البعيدة القريبة جغرافيا وهي الهند والصين. إذن الغرب يحاول تشديد الخناق كما قلت لك أخي وليد، وهذا في انتظار مواجهة حتمية أصبحت غير مستبعدة. حتى الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لما زار روسيا في سنة على ما أظن 1997 وكان آنذاك سيناتور أمريكي، ذهب لزيارة روسيا، وفي ذلك الحين ذهب لكي يطمئن الروس على أن توسعة الناتو لن تكون ضد أمنهم أو مصلحة أمن روسيا. لكن في تلك الاجتماعات قال له الروس بالحرف الواحد أن أي تضييق على روسيا سيدفعها للتوجه نحو الهند والصين بالتحديد، وهذا ما وقع. إذن بايدن حاليا يحصد ما زرع 20 سنة أو 25 سنة قبل هذا التاريخ. نعم أستاذ سلامة جلول، في نفس السياقات ندرك أن مجموعة العشرين خططت بإحكام لمسألة العقوبات أو التوافقات حول العقوبات على كل شركاء روسيا في المرحلة القادمة بدءا بالصين. هناك رد فعل صيني واحتجاجات وتذمر صيني من العقوبات على الشركات الصينية، على الموصلات وأشباه الموصلات بعد التضييق على كل من هولندا وكذلك اليابان بإعاز من الولايات المتحدة الأمريكية. ألا تعتقد أننا سنصل إلى مواجهات ربما وعقوبات وفعل ورد الفعل في الفترة المقبلة من الناحية التجارية ومن الناحية الاقتصادية؟ ربما تكون هناك رسوم من صينية على الشركات الأوروبية وعلى الشركات الغربية. هل نحن في هذه المرحلة أستاذ سلامة جلول؟ نعم أخي وليد، شيء كثير صحيح فيما تقوله.
لكي نفهم العقيدة الأنجلو ساكسونية كيف هي مبنية. العقيدة الأنجلو ساكسونية طبعا أسسها تشرشل وأسسها بعده هنري كيسنجر، تقول أساسا لإبقاء الهيمنة الغربية يجب أن لا يصعد أحد إلى نفس المستوى، وبالتالي هم يعملون على إضعاف أي طرف أو أي جهة أو أي دولة أو أي تكتل يحاول أن ينافس الغرب. في ماذا ينافسه؟ في هيمنته على بقية اقتصادات العالم. دونك رانا في هذه المسألة، بالتالي طبيعي جدا أن ترى الولايات المتحدة تشن حروب اقتصادية على كل دولة تحاول أن تنافسها، وهي استراتيجيا صنعت لنفسها الند الصيني أو التنين الصيني، وبالتالي هي الآن تحاول إن صح التعبير ليس خلقه فقط ولكن تحييده وتمزيقه إن استطاعت. نعم. وزير الخارجية سيرجي لافروف الروسي يتحدث عن التروكا بين الهند وكذلك الصين وروسيا في المرحلة المقبلة، أي يتحدث عن مرحلة ما بعد الاستقرار الاقتصادي. ألا تعتقد أستاذ سلامة جلول أن التقارب بين هاته الدول في المرحلة القادمة وكذلك التقارب عن طريق البريكس، عن طريق مجموعة البريكس، ألا تعتقد أنه الآن هاته الدول تبحث عن أكثر توافقات اقتصادية وحماية اقتصادها من التغول الغربي بالدرجة الأولى؟ ندرك حجم التغول الآن ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لفرض منطقه اقتصاديا بتحريك كل الأوراق الاقتصادية وتفعيلها لصالح الأوراق الجيوسياسية. هذا كلام صحيح أخي وليد. لكي نفهم ماذا يحدث حاليا، القضية قضية عدم اتفاق على رؤية للعالم. ديفيرونسيال دون لا فيزيون دو موند. هناك عالم يراه الغرب على أنه عالم ثابت يبقي السيطرة له مدى الأزمنة، يعني هو يسيطر تقريبا على اقتصادات العالم منذ أكثر من 3 إلى 5 قرون ولا يقبل أن يتغير الوضع، وهو يعلم حاليا أنه يعيش مخاض عالمي وأن النظام العالمي الجديد سيولد وليس في مصلحته تماما، لأنه سيعطي فرصة لأمم جديدة ولتكتلات جديدة لكي تصعد إلى المنابر الأولى وستنافسه في مناطق النفوذ وستنافسه في الثروات التي يحصل عليها تقريبا بدون مقابل من الدول الضعيفة والدول المستضعفة. وبالتالي بعد نظام الاستعمار جاء نظام الهيمنة، وفي نظام الهيمنة احتاج الغرب لكي يتنفس اقتصاديا أن يصنع منافسين لم يتنبأ أنهم يصعدوا بهذه السرعة إلى الدرجة الأولى، وهنا الخطر جاءه من الصين وهي تلتحق حاليا بهم الهند. إذن التكتل الهندي الصيني في الأصل جاء بعد أول زيارة السيناتور بايدن في 1997 لروسيا لتوسيع قبول فكرة توسعة الناتو إلى حدود روسيا، وأنذاك ظهر مباشرة تجمع شانغاي الذي انضمت إليه فيما بعد إيران، وظهر المثلث الأورو أسياوي الصين روسيا وإيران، ولكن فيما بعد ظهر 2006 تقريبا ظهرت فكرة البريكس، وهي فكرة أمريكية في الأصل حتى نكون يعني على دراية بالأمور. الأصل فكرة البريكس فكرة أمريكية وليست فكرة روسية أو صينية، لكن سرعان ما تحولت كذلك إلى نوع من التهديد الجيواقتصادي على الولايات المتحدة، وهنا ظهر نوع جديد من التكتل ثلاثي تمحور بعد الحرب الأوكرانية الروسية على المثلث الهند روسيا الصين. إذن تزايد المخاطر الحربية في شرق أوروبا وعلى أراضي أوكرانيا بين روسيا وبين الناتو هو ما يجعل حدة التكتلات ستزيد في الأيام والأشهر وربما في السنة القادمة. نقطة الانفجار أخي وليد ستكون في تايوان وليست في أوكرانيا. أوكرانيا هي المدخنة قبل المحرقة. إذن أنا كما قلت لك وهناك خبراء كثيرون يوافقونني في هذا الرأي، نحن نتجه بسرعة كبيرة إلى مواجهة. نعم.
سلامة جلول، في نفس السياق الأستاذ سلامة جلول، نتحدث عن تنامي التعامل بالعملات خارج الدولار الأمريكي، عن الروبية الهندية وعن الروبل الروسي وعن اليوان الصيني. بين هذه الدول هناك مبادلات تجارية بالعملات المحلية والرسمية لهذه الدول، هل تؤكد نفس المخاوف التي يتحدث عن الخبراء في الغرب عن أن هذه الظاهرة الاقتصادية التي تعتبرها العديد من الخبراء طبيعية بالنسبة للدول هذه، ولكن تؤكد المخاوف الغربية من تعاملات خارج الدولار الأمريكي؟ أخطر من ذلك أخي وليد، آخر قرار اتخذه الرئيس بوتين منذ أسابيع هو إلغاء التعامل بالدولار في بورصة موسكو، أليس أخطر من هذا؟ هناك أخطر من هذا. إذا ليجب يعلم المشاهد الكريم في الوطن العربي وفي الجزائر خاصة أن سيطرة الغرب على المالية العالمية وعلى منظومة التبادل المالي في العالم هي التي كانت أعطت له الميزة التفاضلية، حيث كان يمكنه أن يطرح سندات من الدول التي تصدر له مواد فيأخذ المواد ويبيع لها سندات، وهذا وليك. يعني الغرب كان دائما إلى يومنا هذا يعيش أكثر من مستواه، بينما هو يزيد غنى، كانت دول الفقيرة تزيد فقرا. هذا النظام لم يعد مطاقا، وخاصة لدى الصينيين ولدى الروس ولدى الهند ولدى المجموعة العربية، جزء كبير من المجموعة العربية كذلك تثور على هذا النظام، إلى أنها لضعفها العسكري والاقتصادي تثور إن صح التعبير بصمت. وخير دليل مثلا أن الجزائر من الدول التي دائما كانت تنادي بتغيير النظام العالمي، لكن ليس لها القدرة على ذلك. حاولت قبلها العراق، وحاولت ليبيا، ورأينا ما جرى. وبالتالي هناك دول قوية فقط يمكنها أن تغير الوضع بفرض التخلي عن الدولار أو الدولار، لا دي دولاريزاسيون. بدأها الرئيس بوتين، والتحق بركبه الرئيس الصيني تشي، حيث يجري حاليا بيع المزيد والمزيد من سندات الخزينة الأمريكية. التخلي الصينيين يتخلون في حدود تقريبا 100 إلى 150 مليار دولار سنويا عن سندات الخزينة الأمريكية، هم يفعلون ذلك بالتدريج، لقد بدأوا في هذا منذ تقريبا 10 سنوات. ويزيدون من مشترياتهم من الذهب من أوروبا ومن كل بقاع العالم. يعني هناك أمر يدور ويدور بليل، وليس هذا الأمر إلا خلق نظام مالي موازي، إن لم يقل يخلف النظام الغربي. طبعا هذا لم يكون بين ليلة وضحاها، سيحتاج ربما إلى 10 سنوات أخرى. في نفس السياق الأستاذ سلامة جلول، هل نتوجه إلى تعدد الأقطاب وظهور أقطاب اقتصادية كبرى بعيدا عن النظام المالي العالمي الذي يهيمن عليها الغرب منذ عقود؟ شوف أخي وليد، يعني لو قرأنا تاريخ الاقتصاد العالمي وخاصة تاريخ المال العالمي والنظام المالي العالمي بامتياز، سترى أنه كل حوالي تقريبا كل 70 سنة يطرأ تغيير جذري على النظام الاقتصادي العالمي. نحن في هذه الحقبة لقد عشنا حقبة ما بعد بروتن وود وما بعد يالطا. يبدو لي أن بروتن وود ووالطا قد تحطم في ميدان الحرب في أوكرانيا، ويبدو لي أن الضربة القاضية لهذا النظام ستكون في تايوان، وجزء منها يجري حاليا في أراضي غزة. إذن النظام العالمي والثقة العالمية في النظام المالي والاقتصادي الغربي تنهار يوما بعد يوم، والتخلي عن الدولار جزء من هذه الحرب، والأعظم والأخطر على الغرب هو التخلي عن الثقة في الغرب كاملة. الأستاذ سلامة جلول الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.